السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جيت نهضر لكم على الدفعه الثالثه من الدعم اللي اعطات الدوله في هذه الوضعيه هذه للناس اللي مضرين من هذه الوضعيه، اي الناس ديال الضمان الاجتماعي او لا سنسس، والناس اللي عندهم الرماد، وحتى الناس اللي خدامين في القطاع الغير المهيكل. اول حاجه كنطلب منكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد ديال القناه ان شاء الله. اما بالنسبه للموضوع ديالنا، كيف ما قلت لكم، شكون هما الناس اللي غيستافدوا من هذه الدفعه الثالثه، وشكون هما الناس اللي ما غاديش يستافدوا من هذه الدفعه الثالثه ديال الدعم اللي عطات الدوله. اول حاجه نبداو بالناس اللي عندهم ضمان اجتماعي. شكون هما الناس اللي غادي يستافدوا؟ الناس اللي غادي يستافدوا هما اللي باقين حاليا حابس الخدمه ديالهم، او المجال ديال الخدمه ديالهم حابس، والباترون او الشركه ديالهم مديكلاريا ان الخدمه ديالهم باقا حابسه، يعني ما تسناش انك تستافد والباترون ما ديالك ما ديكلاراش انكم باقين حابسين. هذا بالنسبه للناس اللي غادي يستافدوا. اما بالنسبه للناس اللي ما غاديش يستافدوا هما الناس اللي خدموا، يعني بزاف المجالات طلقوا والناس عندهم ضمان اجتماعي، يعني بزاف الشركات خدامين عندهم ضمان اجتماعي كيديكلارو انهم راه بداو الخدمه، يعني ما غاديش تستافد انت من هذه الدفعه وانت خدام. الدفعه الثالثه ما غاديش تستافد منها وانت خدام حاليا. اما بالنسبه للناس اللي عندهم الرماد ولا القطاع الغير مهيكل انهم خدامين في شي حاجه ما عندهم لا ضمان اجتماعي لا والو، كيف ما كتشوفوا الشروط اللي كانوا قالوا بانك تستافد انك خاصك تكون رب الاسره وتكون عندك بطاقه الرامد، وتكون ان الخدمه ديالك مضره من هذه الوضعيه هذه، ما انها توقفات او فقدوا العمل ديالهم، انك فقدتي العمل ديالك او انك توقفتي عن العمل بسبب هذه الوضعيه هذه. شكون هما الناس اللي غيستافدوا وشكون هما الناس اللي ما غاديش يستافدوا؟ نفس الحاجه، غير هنايا كاين واحد الاختلاف، فاش ان الخدامي ديال القطاع الغير مهيكل ماشي هما الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي كيديكلاري بانه خدام ولا ما خدامش. القطاع الغير مهيكل هما غيشوفوا على حساب الخدمه اللي عندك واش حابسه دابا ولا المجال ديالك طلق، يعني الا استفدتي من المرحله الاولى والثانيه. انا ما كنهضرش على الناس اللي ما استفدوش من لا المرحله الاولى ولا الثانيه، هذوك الناس ما استوفاتش فيهم الشروط راه ما استفدوش. وكاين الناس اللي استوفات فيهم الشروط ولكن كيكون عندهم مشاكل في التسجيل في الشكايه ولا في التضامن، بزاف المشاكل اللي شفت انا الناس كيديروها. المهم الناس اللي غيستافدوا هما الناس اللي باقين مضرين من هذه الوضعيه هذه، يعني باقي ما خدموا ما والو. والناس ما غاديش يستافدوا هما الناس اللي خدامين، يعني طبيعه العمل ديالهم طلقات دابا، كيف ما قلت لكم بزاف المجالات بداو كيطلقوا فيهم شويه بشويه، يعني الا المجال فاش خدامته او العمل ديالك خدامين دابا راه ما غاديش تستافد من الدفعه الثالثه. نتمنى ان هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم واستفدتم من هذه المعلومات. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الناس وتشتركوا في القناه ان شاء الله نوصلوا اكبر عدد من المشتركين، وبارطاجيو الفيديو وتهلاو في راسكم.